أحد الأخوات تسأل كيفية إضافة الدوال دالة الجمع أو دالة المعدل أو أي دالة أخرى في نص كتابة في برنامج وورد. طبعا نفس الطريقة اللي إحنا شرحناها قبل شوية، من خلال صيغة ونختار الدالة اللي إحنا نريدها، وهكذا طبعا نفس الطريقة اللي إحنا شرحناها مع تغيير الدالة اللي إحنا نريدها. طبعا عندنا هاي مجموعة دوال، نقدر نختار الدالة اللي إحنا نريدها، مثلا الدالة راوند التقريبية، أو مثلا الدالة صم، وطبعا يفضل أنه نمسح الدالة ونضيف الدالة اللي إحنا نريدها، مثلا الدالة صم راح البرنامج يضيف لنا إياها بشكل مباشر، ولا ننسى أنه نخلي علامة يساوي قبل الدالة. طبعا هسه مثلا هنا نريد نجمع الخلايا اللي هن من أي 1 الى النطاق. طبعا لازم حتى نحدد نطاق لازم نضغط نقطتين شارحة اللي هي من خلال شيفت وحرف كاف بالعربي الى دي 1، ومن ثم موافق راح البرنامج يجمع لنا اياها. وبنفس الفكرة نقدر نطبق اي دالة اخرى مثل الدالة اف والدالة كاونت وراوند واند وترو اند فولس.